بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أيها الأحبة، لماذا معظمنا يفشل في الحفاظ على صلاة الفجر على وقتها؟ الحقيقة أنا اليوم سأستنبط معكم أو سأحاول استنباط الآلية السهلة جدا التي أشار إليها القرآن للحفاظ على الصلاة بشكل عام وبخاصة صلاة الفجر. الحقيقه صلاه الفجر ايها الاحبه النبي اكد على اهميتها كثيرا فالذي يحافظ عليها يبقى في ذمه الله طوال اليوم والقران اشار الى اهميه قران الفجر قال تعالى وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا تشهده الملائكه فاذا هذا وقت مهم وقت تقسم فيه الارزاق وقت يعني الانسان يمكن أن يعالج همومه من خلال الصلاة والأذكار هذه الصلاة تعينك على الصبر أنا اليوم أيها الأحبة لدي آية عظيمة في القرآن ربما كثير منا يغفل عنها الله تعالى يقول واستعينوا الخطاب لكل البشر على فكرة ليس للمؤمنين هنا لكل إنسان يحب أن يعالج مشاكله وهمومه هذه الآية هي علاج واستعينوا بالصبر والصلاه. وانها لكبيره الا على الخاشعين. اذا انت عندما تحاول ان تلتزم بالصلاه تشعر بثقل احيانا وبخاصه بالنسبه للذين يعني هم ليس لديهم التزام بموضوع الصلاه، يشعر ان الصلاه ثقيله لان الشيطان يبذل جهدا كبيرا لابعادك عن الصلاه اخي الحبيب. يحاول ان يروج ويسوق ويغريك ويزين لك كل وسائل اللهو وكل الافكار تاتي لتتوارد على ذهنك وقت الصلاه فتجد ان الناس يغفلون عن الصلاه وبخاصه صلاه الصبح اما بالنوم اما بالسهر على اشياء تافهه غير مفيده الى اخره طيب ما معنى الا على الخاشعين الصلاه تكون ثقيله على المنافقين على الذين منغمسون في الدنيا ولكن هؤلاء الخاشعين الصلاه بالنسبه لهم متعه سعاده طمانينه راحه النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول ارحنا بها يا بلال يعني نريد ان نرتاح بالصلاه الصلاه راحه للمؤمن لماذا لانك اخي الحبيب انت تقف بين يدي الملك سبحانه وتعالى الصلاة هي التواصل المباشر مع الله، ليس بينك وبين الله حجاب. واقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لذلك السجود عادة يكون في الصلاة. فإذا اردت ان تكون قريبا جدا من الله عليك ان تلتزم بالصلاة التي فيها السجود، وتكثر من الدعاء خلال السجود. طيب. واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة إلا على الخاشعين. يعني. طيب معنى ذلك اخي الحبيب انا يمكن ان استنبط معك من هذه الايه ان الذي لا يخشع الصلاه تكون ثقيله وكبيره عليه اذا مفتاح الحفاظ على الصلاه هو الخشوع، طيب ما هو الخشوع؟ كيف اكون خاشعا؟ الخشوع ايها الاحبه هو ان تتذكر لقاء الله باستمرار تتذكر عذاب الله جنة الله، تتذكر الموت، تتذكر انك ستقف بين يدي هذا الخالق العظيم، تتذكر ان اعمالك هذه ستعرض امامك يوم القيامه، تتذكر ان كل كلمه نطقت بها او كل فعل قلته او عملته ستجده امامك بين يدي الله، لذلك هذا اللقاء مهم جدا بالنسبه لاي انسان طبعا ليس للمؤمن فقط لان الملحد سيلقى ربه. والمؤمن سيلقى ربه، اذا هو لقاء الملك بعباده. فكلما فكرت بلقاء الله كلما ازددت خشوعا وخوفا من الله عز وجل، وكلما غفلت عن لقاء الله وابتعدت عن التفكير بلقاء الله استلمك الشيطان واستلمتك الدنيا فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. طيب من هنا نجد ان القران يعرّف لنا تعريفا لطيفا من هم الخاشعون او كيف نخشع يعني واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاق ربهم وانهم اليه راجعون سبحان الله اذا الخشوع لو اردنا ان نلخصه باختصار هو التفكير بلقاء الله ما معنى يظنون يظنون انه بشكل دائم يفكر ويعتقد وينتظر ويترقب لقاء الله وهنا الظن بمعنى اليقين وليس يظنون يعني قد يلقى ربه او لا يلقاه لا الظن هنا هو هو شده اليقين بلقاء الله سبحانه وتعالى يعني الذين بشكل دائم يفكر وينتظر ويوجه ظنه باتجاه لقاء الله يعني تفكيرك يعني وحياتك كلها هي عباره عن يعني ان تحلم بلقاء الله سبحانه وتعالى فهذا الامر اخي الحبيب يساعدك على الخشوع طيب إذا خشعت ما الذي سيحدث عندما سأعطيكم مثال بسيط فقط لأحبتي في الله لأقرب لهم الصورة أنت عندما يكون لديك لقاء مع شخص مهم سيحدد مصيرك هل تجلس وتلعب وتعبث وتلهو وتضيع وقت وتنشغل بأشياء أم أنك تجلس وتفكر بهذا اللقاء؟ طيب ماذا ساقول لهذا الملك الذي انا على موعد معه؟ ماذا ساطلب منه؟ طيب ماذا يريد هو مني؟ ماذا يريد هو مني؟ هنا اخي الحبيب عندما يبدا تفكيرك او عقلك يعمل ماذا يريد مني الله سبحانه وتعالى؟ يريدني ان اصلي لان النبي عليه الصلاه والسلام قال: احب الاعمال الى الله الصلاة على وقتها وهناك واد في جهنم سقر والعياذ بالله وهي اسم الأسماء جهنم سقر قالوا ما سلككم في سقر قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين فإذا أخي الحبيب التقنية التي أحب أن تتعلمها معي اليوم يمكن أن أسميها تقنية الخشوع، طيب كيف أخشع لله؟ بشكل دائم فكر بلقاء الله وأول خطوة قبل لقاء الله هي الموت إذا يجب أن أفكر بالموت فكلما أويت إلى فراشك وبخاصة يعني علماء النفس يقولون إن, أن العقل الباطن يكون متصل بشدة مع العقل العادي أو الواعي قبيل النوم وبعيد الاستيقاظ يعني قبل أن تنام بقليل وبعد, أن تس وبعد الاستيقاظ مباشرة. هذين الوقتين يجب أن تفكر بلقاء الله تفكر بالموت. فإذا اجتهدت وبدأت بالتفكير النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك يعني كان عندما ينام يسأل الله تعالى أن يحفظ نفسه إن أمسكها عنده. إذا توفاه أن 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 يرحم هذه النفس وأن يحفظها إذا أرسلها وعندما يستيقظ انظروا كيف كان يفكر بالموت أول شيء يقوله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور إذا أخي الحبيب التفكير بالموت ثم التفكير بلقاء الله التفكير بعذاب الله وبنعيم الله سبحانه وتعالى لأن الخشوع هنا أيها الأحبة الأنبياء كانوا خاشعين وكانوا لنا خاشعين كيف ذلك؟ عندما استجاب الله دعاء سيدنا نوح ودعاء زكريا ودعاء يونس وأيوب إلى آخر هؤلاء الأنبياء الكرام استجاب لهم ماذا قال في في أواخر هذه القصص في سورة الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين. إذا إذا دعوت الله رغباً ورهباً يعني ترغب بما عنده رغباً ورهباً ترهب وتخاف من عذابه فأنت ستكون من الخاشعين. أن تدعو الله طمعاً بجنته وخوفاً من ناره فهذا هو الخشوع. أن تتخيل في كل يوم أنك غدا ستلقى الله يعني يعني لقاء الله قريب جدا منك أخي الحبيب لذلك أرجو أن تحفظ هذه الآية الكريمة وأن تبدأ منذ هذه اللحظة بتطبيقها وتبدأ منذ هذه اللحظة بالتفكير بلقاء الله وتعيش حياتك من أجل الله لأن مصيرك إلى الله ولأن حياتك هذه لن تساوي إلا ساعة بالنسبة ليوم القيامة فقط ليوم واحد هو خمسين ألف سنة حياتك كلها ساعة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة المجرم يقسم هو عاش مئة سنة ولكن يقسم أنه لم يعش إلا ساعة واحدة من شدة ذلك اليوم خمسين ألف سنة سنقف جميعا أيها الأحبة فالمؤمن الصابر في الدنيا الذي يرجو لقاء الله سبحانه وتعالى سيمر هذا اليوم عليه بكل بساطة وكل هدوء وكل راحة ولن يشعر بشيء بينما الذي غفل عن الله وعن لقاء الله ونسي لقاء الله نسوا الله فنسيهم ينساه الله في هذا الموقف خمسين ألف سنة من العذاب من الذل من الهوان من التعب ثم تكون أو يكون مصيره جهنم، لذلك أخي الحبيب، احفظ هذه الآية لكي تنجو من هذا المصير الأسود. وطبق ما فيها وابدأ منذ هذه اللحظة بممارسة الخشوع. وقبل أن أقول الآية أختم بمعلومة بسيطة، في الغرب اليوم يمارسون شيء اسمه التأمل، ويقولون فيه فوائد طبية ونفسية كثيرة جدا لعلاج الاكتئاب، لعلاج حتى الآلام. لعلاج السرطان، لعلاج الالام الناتجه عن الامراض المزمنه لتطوير حياتك للابداع للنجاح للمساعده على اتخاذ القرار السليم التامل، ما هو التامل؟ التامل ان تجلس وتتامل في شيء معين في الشمس في القمر في الشجره في كذا فهذا يساعد كثيرا على تنشيط منطقه الناصيه ويعني يساعد الدماغ على اتخاذ قرار صحيح ويساعد الجسم على نسيان الآلام والمشاكل والهموم طيب نحن لدينا الخشوع الخشوع فرضه الله علينا وأمر به وقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم ماذا خاشعون فرض علينا الخشوع لمصلحتنا سبحان الله ليس ليعذبنا لا لمصلحتنا لان فيه فوائد طبيه ونفسيه كثيره لذلك اخي الحبيب احفظ هذه الايه واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يرجون لقاء الله فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ